السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الحدث. نناقش في هذه الحلقة لهذا اليوم النتائج التي قدمت في النقطة الصحفية التي نظمتها المستقلة للانتخابات اليوم، وتحدث فيها رئيس هذه اللجنة محمد فالو البلال عن مجموعة من النقاط تضمنت الحصيلة التي قامت بها اللجنة المستقلة للانتخابات حتى الآن، وتحدث كذلك عن العمل المستقبلي لهذه اللجنة. لنقاش هذا الموضوع نستضيف لكم المستضيف والسيد المختار مدير الاتصال وثقافة المواطنة، الناطق الرسمي باسم اللجنة المستقلة للانتخابات. أهلا بكم ضيفي الكريم. نبدأ النقاش بعد هذا الفاصل. حين تشتد المنافسة يكثر المترشحون، تتكاثر المصادر، تختلط الأوراق، تحتاج إلى إعلان ترشحك ومخاطبة ناخبيك مباشرة. تلفزيون الساحل هيأت لك هذه الفرصة. للاتصال أو الحضور مباشرة بمقر قناة الساحل. أهلا بكم، نبدأ النقاش. كما أسلفت نستضيف مدير الاتصال وثقافة المواطنة الناطق الرسمي باسم اللجنة المستقلة للانتخابات المصطفى والسيد المختار. أهلا بكم ضيفي الكريم مرة أخرى. إذا ما هي أهم النقاط التي تعرض لها رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في النقطة الصحفية التي نظمتها اللجنة اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أولا أريد بادئ بدء أن أتوجه بجزيل الشكر لقناة الساحل لاستضافتنا لهذا البرنامج. أولا كما تفضلتم، لقد قام السيد محمود البلال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات صباح اليوم بتنظيم لقاء مع الصحف. كانت أبرز هذه النقاط تتمحور حول أساسا حول ما تم القيام به منذ بدء الإحصاء لدائرة الطابع الانتخابي حتى الآن. طبعا هناك محور آخر يتعلق بالعمل المستقبلي بالنسبة للجنة، يعني ما بعد إعداد اللائحة الانتخابية وما بعد طرح اللوائح المترشحة، سواء تعلق الأمر بالمجالس البلدية أو المجالس الجهوية أو الانتخابات التشريعية. فيما يتعلق بالنقطة الأولى، أقول إن هذا العمل أي الإحصاء الإداري للطابع الانتخابي جرى في ظروف جيدة. تحصلت اللجنة وكان عدد المسجلين على اللائحة الانتخابية 1,400,633 ناخب. وهذا كما تعلمون رقم قياسي. لماذا رقم قياسي؟ بالمقارنة مع الأرقام المسجلة في الإحصاء الإداري للطابع الانتخابي لسنة 2013 والإحصاء الإداري للطابع الانتخابي لسنة 2017. بالنسبة للإحصاء الإداري للطابع الانتخابي بالنسبة 2017 هو إحصاء تكميلي. وجرى في مدة شهرين. أما بالنسبة 2018 إعداد لائحة من جديد. كانت لائحة من جديد. لائحة بادئة بالصفر. إذا كما أسلمت حقيقة كان رقم قياسي، وهذا بفضل الجهود التي تم اتخاذها على مستوى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. حقيقة كانت هناك حقيقة كانت إجراءات يعني أتت قبلها، بدءاً بنقل أو مختلف اللجان الجهوية إلى عين مكان،
مباشرة الإحصاء على مستوى الولايات والمقاطعات وولاية المرشود. نعم واضح. كان هناك أيضا من نتائج هذه العملية طبعا عملية وما تم القيام به مجال نشاط اللجنة، أنه تم طرح 1000 بالنسبة للمجالس البلدية 1376 لائحة.